متابعيني شوفكم ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم الفيديو راح يكون عن الجزء الثالث من رمضان كريم، قصدي زينة رمضان كريم اللي تخربطت. فاليوم حبيت اعمل فوانيس مثل هذا، وطبعا هذا كتير كبير فرح اعمل شوي اصغر منه. وفرح اقولكم ايش راح نحتاج. راح نحتاج ورق ملون، فانا اخترت هذول اللي فيهم لميع وواحدة خضراء بلميع. ونحتاج مقص، رزاء الشمع، ورق بيض، 6 ورق بيض و6 ورق ملونين. فيلا هلا راح نبلش، وخليكم معي عشان نعمل. ويلا هلا بدنا ناخذ اول شيء اللي هي هاي الورقه، مثلا اي لون اللي بدكم. هلا نحط هذول على جنب. فهلا بدنا ناخذها وبدنا نثنيها هيك. طبعا عندنا الفانوس بس اصغر شوي هيك مثل ما انتم شايفين، ثلاثه. وهلا بدنا ناخذها واشوف شلون راح اقصها هيك. طبعا مو كلها بس نص هيك. يلا بدي اعمل كلهم وبرجع لكم. هلا بعد ما قصيتهم كلهم شوف شلون هيك. هلا بنفتحها تقول الكمبيوتر هيك وشوفوا شلون بيصير. فهيك صار. وهلا بدنا نلزقه، يعني نلزقه من هون بلزق الشمع. طبعا فعلا نحط هون شوي فهيك لزقته، نخليه يشف. فما خليه يشف مثل ما قلت لكم. فطبعا انا عندي كتير 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 افكار برمضان عن رمضان. فاللي ما اشترك يشترك عشان يشوف الافكار اللي واو. فهلا نشف مثل ما انتم شايفين. والله انا احط هون شوي ونلزقه هيك. ويت يلا حط هون شوي ايه يلا. فهلا لزقته شوفوا شلون صار. فطبعا لسه ما خلصنا، شوفوا مثل البطاطا. فيلا هلا بدنا نكمل عليه وبدنا نعمل هلا بدنا ناخذ هذا الغوزي واحد بس وبدنا نعمل له قاعده. ويلا فاول شيء بدي اقص مربع هيك، وبعدين بدي احط القياس تبعه. يلا هلا عملت بس شرطات، يعني هدول هيك مشان ما يجيني كتير صعب، واعمل دويرة كاملة. فهلا هي هاي الدويرة طبعا قدها. فهلا بدنا نلزقها هون ويلا. طبعا بلزق شمع ونحط هون شوية لزق شمع. فهلا هذا بدي اشيل على الطرف، وبعد ما لزقت هلا بدي اقلبه هيك.
كما انتم شايفين. هلا بدي اخذ هاي وبحط هذا هون ونبلش ندور الورقة البيضاء هيك، وبعدين ندخله جوا. شو هذا ما بتزبط؟ غلط. فيلا ان شاء الله بتزبط. الحمد لله زبطت. فشوفوا حطيتها وهيك صار. فهلا بدنا نجيب هاي الدباسة اللي ما في شي اسمها، صح؟ وهلا بدنا نفس القياس نمسك الورقة عشان ما تنخرب، هيك مثل ما قلت لكم. والله بدنا ندم هيك، والله بدنا نعمل وحدة هون. فالله بعد ما عملناها هيك صارت. فوالله بعد ما دبسناها بدنا نرجع ندخلها. فهيك مثل ما انتم شايفين، والله بدنا نلزقها على نفس القياس تبعها. ويلا خلص بدنا نستناها تنشف. يلا هلا بدي اخذ هذا ونقص. والله بعد ما قصيتها بدي ألزقه هيك. يلا هلا حطيت هذا هيك. والله بدنا نجيب هاي تعين نحطه هيك تيران. فهلأ بدنا نخليه ينتف. فبعمل كم واحد ملونين وبرجع لكم. فهان اثنين خضر عم بعملان، وبدي اعمل ايدين و القاعدة بدي اعمل كل كم وحدة وبرجع لكم. فهلا هذول طبعا الاخضر عملت بس منه واحد لانه الثاني ما زبط. وعم بعمل هذول الاثنين ما انتم شايفين. عملت هدول تيران بسم الله. فشوفوا هدول كلهم عملتهم. فعملت خمس فوانيس واللي هنا هيك. فمثل ما انتم شايفين هذول كل لون، عملت خمسه مثل ما قلت لكم. فطبعا هاي تحضيرات زينه رمضان، وان شاء الله يعجبكم الفيديو وتستفيدوا منه. وما تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير والاشعارات، واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الاشعارات عشان يصلكم كل شيء جديد. واستنوا الجزء الرابع بزينه رمضان ان شاء الله. مع السلامه.